السلام عليكم ورحمة الله. نعود مرة أخرى لشرح برنامج خاص بعملية تسجيل الشاشة والأعمال التي نقوم بها. البرنامج اسمه سكرينكاست، راح أحط لكم الرابط في أسفل الفيديو الخاص بالبرنامج، إنه كيف ننزل البرنامج وكيف نسجل فيه. مجرد ما أنت نزلت البرنامج بيجي عندك على سطح المكتب، بيجي عندك زي هيك. احنا راح نختار الفري. الفري عندنا بسجل لحد 15 دقيقة. راح تيجي هون تكبس على لانش فري اللي هي ريكوردينج فري. لاحظ انه راح يجيك شكل الشاشة، برضو حدد لك حدود الشاشة اللي انت راح تسجل فيها. هسا عندي هون زي ما انتم شايفين فيك تسجل، هون بصير يصور فيك، يعني باخذ كاميرا، هون باخذ كاميرا مع الشاشة، يعني بحط صورتك هون للجانب الزاوية أو فوق وبصير يسجل. السكرين هون بتاخد بس الشاشة تبعتك شو عم تشتغل. طبعا هون انتو شايفين هاي البرنامج كمان بسجل صوتي، لأنه ايه؟ لأنه المايك فيه شغال، لأن أنا شابك هون المايك. هسا كيف انت راح تشتغل على البرنامج هون؟ راح تيجي تعمل هاي، بتقدر تكبس هون، بتروح الشاشة عندك هاي اللي هي سيتينج، وبتيجي بتكبس هون ريكوردينج، ببلش يعدلك 3 2 1 وببلش التسجيل في الريكوردينج. نكبس ريكوردينج، لاحظ انه 3 2 1 وبلش يسجل عندي البرنامج. طبعا انت المطلوب منك تشغل هذا البرنامج وتيجي تسجل لي كيف راح تشتغل البرنامج تبعك. كيف راح تيجي تشتغل البرنامج تبعك؟ راح تفتح لي فايل نيو زي ما حكينا لكم، تختار اللغة HTML وتحدد لي هون بداية ال HTML. راح تعمل لي تايتل، سميه نفترض example one مثال واحد. راح نسكر التايتل ونسكر الهيد، نيجي داخله نبدي البادي. عنا البادي زي ما حكينا لكم بدي يكون 5 فقرات فيها. الفقرة الأولى الاسم الخاص بيك، اسمك الرباعي باللغة الإنجليزية. الفقرة الثانية التخصص، تحط لي إيش تخصصك. الفقرة الثالثة تحط لي فيها المواد اللي مسجلها أنت، مثلا أنا مسجل English, Business, Marketing، أي شيء. تحط لي المواد هذول يكونوا تحت بعض. كيف بدهم يكونوا تحت بعض؟ يكون عندك بريك طبعا فيهم. الفقرة الرابعة تحط لي اسم الجامعة اللي هي جامعة فلسطين التقنية القضورية في رام الله. والفقرة الأخيرة الخامسة تحط لي عبارة التعليم الإلكتروني في جامعة فلسطين التقنية. بدي تسجل لي شغلك وانت عم تشتغل. يعني كيف انا بشتغل هون؟ HTML، وابدي هنا احط هيد، بدك تسكر الهيد، جوات الهيد شو بدك تحط لي؟ تنساش انه راح يكون عندي تايتل، نسكر تايتل. راح تيجي بعدها هون تديلي في البادي، سكر لي البادي، وبعد ما نسكر البادي شو راح نسكر؟ ال HTML. طبعا هون الفقرات شو بدي تحط لي فيهم؟ فقرة بدي فيها الاسم الرباعي، تخصص، فقرة ثانية المواد الدراسية. ايش حكينا الفقرة الثالثة؟
كل مادة بسطر دقيقة، معناها بدك تستخدم البريك. الفقرة الرابعة اسم الجامعة، جامعات فلسطين، تقنية، والفقرة الأخيرة تحط اللي تمام. هيك بتكون انت عملت لي التسجيل لبرنامجك كامل. كيف راح تعمل؟ راح تعمل فايل سيف اس، وتسمي الصفحة باسم ايش؟ اكزامبل، وان دوت تنساش اتش تي ام ال، دائما شو لازم تيجي؟ اتش تي ام ال. طبعا انت هيك بتكون خلصت لي شغلك، بتروح بتعمل لي ران لإله، بتوريني شو بيطلع معك نتيجة وانت مسجل مشغل برنامج التسجيل. اخر شيء بعد ما توريني النتيجة طلعت عندك، راح تيجي عندك فقرات هون، تيجي على برنامج التسجيل بتوقفه، تعمل له دن، تعمل له سيف ابلود، تمام، تعمل له ايش؟ سيف اللي هي سيف اس فيديو فايل. طبعا انت تكون بتحدد وين بدك تسيبه، تيجي بتحدد هنا فولدر براوز، انت بتكون باني فولدر مجلد لإلك، مثلا انا بدي احط براوز، مثلا بدي احطه على الديسكتوب، اوكي، مثلا انا على الديسكتوب حطيته، بعمل نيو فولدر هون وبدي اسميه مالتي ميديا، اوكي، او نسميه بديش، خليني اسميه اكزامبل لانه اكزامبل لكم، اوكي، جوات اكزامبل تيجي تعمل لي اوكي، بتعمل له اخر شيء ببلش، راح يسجل عندك من نوع ايش؟ ام بي 4، راح يعمل لي ايش؟ تسجيل ام بي 4. انت شو راح تعمل؟ راح هذا هسه لما يسجل اخر شيء راح يطلع انه سجل ملف ام بي 4. في الاسايمنت اللي انا راح احط لك اياه راح تحمل لي الفيديو هذا، راح تحمل لي الفيديو اللي اشوف انك اشتغلت بشكل صحيح. يعني في الاسايمنت راح تعمل ابلود ايش؟ راح تعمل ابلود للفيديو هذا اللي مش راح ياخذ معك 3 4 دقائق، انك انت بتكون مجهز شو بدك تكتب، بس عباره عن عمليه طباعه وترتيب للبرنامج وحفظ للبرنامج. هذا اللي راح يكون مطلوب منكم. هسا برنامج الانكوست انا راح احط لكم الفيديو هذا في اسفل الفيديو، راح احط لكم الرابط تبع سكرين كوست اللي تنزلوه عندكم على الجهاز. خلاص هي خلصنا هون، بنكون احنا انهينا التسجيل ده. نروح نشوف التسجيل اللي احنا عملناه، هاي اكزامبل، هاي الملف تبعنا، تيجي بالشغل هون يسجل عندي البرنامج. طبعا انت المطلوب منك اوكي تشغل هذا البرنامج وتيجي تسجل لي، هاي بدي اسكره وانا انهيت. هيك بكون البرنامج اللي انت تبعت لي اللي راح يكون عندك ملف هون. فيك تعمل له رينيم قبل ما تبعته، واسمك انس مثلا احمد، انت راح تسيبه باسمك، راح تسيبه باسمك، وهذا الفيديو اللي راح تبعت لي، هذا الفيديو المطلوب منك راح تبعت لي. اذا هدفنا في المحاضره هاي اخذنا شغلتين، اول شيء تعرفنا على البرمجه اللي هي برمجه ال HTML وكتابه كود. الشغلة الثانية دخلنا معنا برامج من برامج الوسائط المتعددة، واللي هو البرنامج اللي راح نستخدمه في تسجيل، اللي أنا بستخدمه في التسجيل زي ما شفته. يعني أنت راح تسجل لي شغلك وتبعت لي شغلك مسجل، وأشوف إنه شغلك أنت عملت لي إياه بشكل صحيح. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
تصبحوا على خير. شكرا لك.